أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الإفطار في صيام النفل إما بسبب المرض أو الجماع يجب على الإنسان قضاءه أو ليس عليه فيه قضاء؟ نعم. هل الإفطار في صيام النفل بسبب المرض أو الجماع يجب على الإنسان قضاءه أم ليس عليه قضاء؟ الوجوب ما يجب القضاء، إنما الناظم رحمه الله يقول إن كان قضاء فهو أفضل استحسان فقط، إلا الوجوب ما يجب القضاء إلا في الفرض. نعم.